عليكم خوتي كديري اللي بس عليكم. مرة أخرى اكتسح المنتخب الوطني المغربي كرة القدم داخل القاعة نظير الزامبي ب 13 هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في قاعة مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات. ودك المنتخب المغربي مرمى زامبيا ب 8 أهداف دون مقابل في الشوط الأول عارضا عضلاته على منافسه الذي ظل لا حول له ولا قوة أمام تألق وهيمنة العناصر الوطنية. واستمر عرض أسود القاعة في الشوط الثاني بإضافتهم لخمسة أهداف مقابل إهدارهم فرصا عديدة أخرى إلى أن تم إطلاق صفارة النهاية. واستطاع المنتخب المغربي تسجيل الحصة الأعلى في النسخة الحالية. جدا داخل القاعة المغطاة تابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة أريبا. أعطي الانطلاقة ديال المقابلة لمحاولة تصويبة أولى كتجي من جانب المدخل عثمان بونزو. كذلك هذا حل من حلول الأولى هدف أول مواجهة تصويبة قوية لكيماج دفاعي الحل ديال الصورة الثانية فكانت تصويبة كانت تصويبة مركزة وهذا حل من الحلول اللي نقدروا نشوفوا به الهدف لأن الدفاع كما شفناه من كامش محلين ممكن نشوفوا هدف تصويبة بلال الفقاني يلا الكرة في المرمى معلنا عن ثالث هدف طريقة ديكية جيدة. هذه القضية ديال الصويب عن بعد القضية ديال الصويب عن بعد قام بها المسرار والآن كيقوم بها بلال الفقاني واش لقاو الحل في الصويب فتقدر تتوقع نفس السيناريوهات اللي تتوقعوا في المقابلة الأولى آخر هذه محاولة ممتازة فرصة ديال الهدف هدف ثالث انهيار زامبي انهيار زامبي أمام طموح كبير للعناصر الوطنية الأسلوب هذا هشام أسلوب رائع المنتخب الوطني المغربي اليوم بدينا بداية جد جد مشجعة المنتخب اللي كيفرحنا ديما يعني أكيد كنظن بأن اللاعبين تحرروا من ذاك الضغط ديال المقابلة الأولى ممتازة أمازال هو اللي ماركا المقابلة الأولى المقابلة الثانية فالآن مقابلتين الأولى والثانية الشعراوي هذا رائع تحت المقابلة الأولى وتسمح لها وتكلمها فعندك 24 ساعة اللي كترتاح فيها فريق كيتوي بالعيد هذو هما الأندية الشعراوي كيسجل الهدف ديالو هذه المغامرة ديال المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط وهذه الانطلاقة ديال اللاعب الشعراوي الشعراوي هذا الهدف ديالو رقم 7 في كأس أمم إفريقيا هشام فالشعراوي الآن بعد هذه محاولة مسرار ينطلق الكره ديالو تمرير الشيء اليمنى بلال هدف غريب 100% تيكي تاكا شوف التمريره في القصيره شوف التموضع ديال هذا هو المنتخب اللي عود دائما باننا نشوفوا الاهداف ديالو الجميله فسته ديال الاهداف في 11 دقيقه فهذا شيء ايجابي الوطني المغربي سمعنا مازال تمريره رائعه انطلق من يوسف جوه تمريره تحضير فرصه هدف هدف رائع رائع جدا هذا يوسف جواد قدم له كرة لا 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 جميلة هذه كيرفع كرة تقنية لوم على الحارس الحارس كملها بالعين ديالو فقط وكيشوف بأن الكرة دخلت المرمى شوف هنا طريقة ممتازة مرة أخرى انطلاقة ديال اسماعيل ممتاز اسماعيل مازال تمريرة عرضية فرصة كرام أناقة كيتم تسجيل الهدف ثمانية ديال الهدف مقابل لا شيء 20 23 هذه محاولة ممتازة بلال هدف تاسع هذه اللي كتسجل ديال الهدف بحكم باننا نحكموا بان المنتخب الزامبي بانه منتخب ضعيف عادة رجعنا من مرة أخرى كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيحاول ما أمكن أنه يلعب الكرة ديالو شوية بالخلف هذه عملية ديال إدريسي تمريرة ديال المسرار إدريسي هدف فاش خدا بها الكرة وأنتيسيبا أمام المدافع الصد ديالو كيف هيئ الكرة سفيان وسفيان كيرجع ليه من الزاوية مغلقة وضع الكرة خطرة صغيرة الإيطالية فصعيبة نعم هذه محاولة ممتازة هذه فرصة هدف رائع على هدف لاحظوا التمريرة كانت في العمق تلعبات صوب أنس وبطريقة فنية بقنطرة صغيرة كيتمكن من ودي صادق و 17 سنة زكريا كويري اللي هدف الحلقة البدنية فهي كتلعب دور كبير في التظاهرات عندك 24 سنة بس 24 ساعة بس